سليمان بيه، بلغوني ان جمال السكري على وصول. ايوه طيب انا نازل حالا. يلا بينا. أنا جاهزة. إيه مالك؟ مش عارفة بس حاساني كده عاملة زي الكرومبة. كرومبة إيه؟ ده أنت زي القمر. يلا حصلينا على تحت. مفيش شرب النهارده زي ما اتفقنا. أوكي. أهلا. بابا هابي نيو يير. كل سنة طيبة. وأنت طيب. ده ايه القمر ده بس؟ بجد شكلي حلو، حاسه عامله زي البالونه كده وهفرقع. لا بالونه ايه؟ الناس كلها عارفه انك خلاص كام يوم وهتولدي. ماشي يا ستي، اقعدي انفخي فيا كده عشان انزل تحت فرقع في وشهم. طب ما بتاكليش انت ليه؟ خلاص هاكلك زي ما انت اكلتي. الجاتوه طعمه حلو قوي. اهلا اهلا جمال بيه. اهلا وسهلا. انا دلوقتي بس ممكن اتفائل بسنه 2012. هابي نيو يير يا سالم. ما دام سعادتك امرت هتبقى هابي ان شاء الله. اتفضل معليك اتفضل. الحقوا جمال السكري وصل. الله، هو مش المفروض انه اخترع؟ وطي صوتكم، الوحيد اللي فلت هو. هابي نيو يير. شرف كبير لينا يا فندم، اتفضلوا عليك دلوقتي. هابي نيو يير يا هانم. شرفتنا يا فندم. بسنت ازيك يا روحي؟ انت ايه حكايتك بتحلوي كده ليه؟ ما يلا بقى يا سالم، عايزين نفرح بيها ان شاء الله قريب قوي. احنا المفروض نفرح بسالم بيه نفسه في السن ده ولسه قادر ينزل لنا موديلات جديده. حسد عيني عينك، حتى في هزاره السخيف مش قادر ينسى انه تاجر سيارات. يا معالي الباشا هابي نيو هير. والله انا مقدر الظروف، عشان كده انا ما زعلتش عن اعتذار معاليك عن حضورك الليله. ايوه يا سامح، عايزك انت ومجدي وانور حالا على مديريه امن اسماعيليه. ابو العز الضفراوي اتقبض عليه وفي طريقه للمديريه. اتصرفوا بسرعه، حاولوا تلبوا الموضوع قبل ما يتعمل له محضر. ايوه احنا بنشوف حد من حبايبنا بنكلمه. لا لا ابدا خالص. المهم ان في حد من اصدقائنا، حد محترم جدا بيشتغل في التصدير، يظهر ان في حد من حزب اعداء النجاح عمل له ملعوب عشان يلطخ له اسمه وسمعته. باختصار عشان ما اطولش على معاليك، اسمه أبو العز الضفراوي، من كبار مصادري البطاطس، ماسكينه في كمين على طريق الإسماعيلية. في انتظار تليفون معاليك، أكون شاكر جدا. إيه ده؟ إيه في إيه؟ الحقني يا سليم، بموت. سليمان، دكتور بسرعة. أمرك يا باشا. مالك يا ريهام؟ استر يا رب. يعني إيه هربوا بالبضاعة والفلوس؟ إزاي في وسط القوات دي كلها؟ يا فندم دي كانت حرب، احنا اول ما بدأنا الهجوم لقينا الرصاص نازل علينا زي المطر من كل حتة. دول كان معاهم ترسانة اسلحة يا فندم، جرينوف واربجي والي. الخسائر عندك قد ايه يا حضرة الضابط؟ في امين شرطة استشهد يا فندم، وثلاث عساكر اصابات خفيفة، والرائد شريف معروف استشهد يا فندم. والمهربين؟ مسكنا ابو العز الضفراوي وثلاثة من حراسه، وفي 2 مصابين و4 من عندهم ماتوا. حاضر يا فندم، اوامر معاليك يا فندم. خير يا فندم. الرائد شريف جوز اختك، تعيش انت. إنا لله وإنا إليه راجعون. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. قتلوه؟ قتلوا الكفرة؟ طب وولاده؟ ولاده اللي قاعدين في البيت دول أقول لهم إيه؟ ده أنا قايلة لهم ما يناموش عشان نحتفل سوا بالسنة الجديدة. يا شريف، يا رب، صلي على النبي يا منار. مش كده، هو دلوقتي في مكان أحسن بكتير. ما تعمليش في نفسك كده يا حبيبتي، لا إله إلا الله. اهدي شوية يا حبيبتي. بعدين بقى يا منار خليكي جامدة، مش كده؟ أهو من رحمة ربنا إن الولاد لسه صغيرين مش حاسين بحاجة، وإحنا جنبك مش هنسيبك. نشوى خليكي معاها، متقلقيش يا منار، حق شريف هيرجع وأنا اللي هجيبه. الحمد لله الجنين بخير والحالة مستقرة. ألف حمد وشكر ليك يا رب. أمال حصل إيه يا دكتور؟ حالة القيء اللي حصلت لها أنقذتها من حالة التسمم. تسمم؟ مش ممكن. أنا متأكد إنها حالة تسمم، وإن شاء الله هتبقى كويسة بإذن الله. اتفضل. شكرا يا دكتور. سلامتك حبيبتي. الله يسلمك. اتفضل يا دكتور. اتفضل. سلامتك يا ريهام. ألف سلامة. الله يسلمك يا حبيبتي. انزل أنت يا حبيبي كمل سهرتك، كفاية اللي حصل. قول لهم إن أنا بقيت كويسة. طب أقعد معاكي شوية بس عشان أطمن عليكي. ما تقلقش يا بابا، أنا هفضل معاه لغاية ما تفوق. بسنت! برضه اللي عند بسنت ده شبه تسمم. أكيد الأكل كان فيه حاجة. أنا شاكك إن المقصود كان جمال السكري. في حد تاني من الضيوف اشتكى؟ كلهم زي الفل سعادتك. مش يمكن يكون الولد الويتر ده اللي كان معاك كاميرا عمل كده عشان الخيمنة ويحط له حاجة في الأكل؟ أنت اتأكدت إن الولد اللي لقوه تحت في المطبخ صحفي فعلا؟ لولا بطاقته وكرنيه وأكده كده كان زمان سعادتك دلوقتي بتقرا عليه الفاتحة. لو سمحتوا لي يا جماعة من فضلكم، أنا عايز أعتذر لكم، بتأسف لكم جدا، وريهام كمان بتعتذر لكم. أنتوا عارفين آخر أيام الحمل دي بتبقى سخيفة قد إيه. على كل حال الحمد لله هي كويسة دلوقتي وبسنت معاها فضيتها. من فضلكم كملوا السهرة زي ما أنتوا عايزين بليز. ده عندي ولا إيه؟ أنت اللي بتسألي؟ أيوه أنا اللي بسأل. أصل عينيك بتقول غير كده خالص. عينيك بتقول إن كل اللي أنت قلته لضيوفك من شوية كذب. الله 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 الله. أنت هتغيري نشاطك ولا إيه؟ هتسيبي الفناجيل وتمسكي في العيون؟ عموما كلها شوية وفنجالك يبقى بين ايديا. اكيد هيقول لي على الحقيقه.